السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بالصف السادس الابتدائي. إن شاء الله هناخد في الفيديوهات دي منهج الصف السادس الابتدائي في التربية الدينية الإسلامية. بالتوفيق إن شاء الله. التربية الدينية الإسلامية الفصل الدراسي الأول هيبقى مجموعة فيديوهات إن شاء الله هنعرض فيها بإذن الله المنهج بتاع التربية الدينية الإسلامية. تابعونا وبالتوفيق إن شاء الله. الدرس الأول اللي عندنا الله واحد لا شريك له. طب إيه محتوى الدرس دوت؟ يا ترى في الدرس دوت هناخد كام نقطة؟ هناخد 5 نقاط. أول نقطة معانا هتبقى النظام في البيت. 2 النظام في الكون. 3 التأمل في الإنسان والأزهار. 4 دعوة القرآن للتأمل وآيات من سورة الغاشية. اخر حاجه هناخدها تدريبات الكتاب المدرسي. تابعوني في الفيديو ده ان شاء الله هناخد مع بعض ال5 اشياء دي والدرس الاول باذن الله. النظام في البيت هنا بنتكلم عن ايه؟ ببساطه لو دخلنا اي بيت ولقينا البيت ده منظم ومرتب، في غرفه مخصوصه لاستقبال الضيوف، وفي غرفه للطعام، وغرفه للنوم، وغرفه للمذاكره. يا ترى النظام دوت عشوائي تم لوحده ولا بالتأكيد في حد هو اللي نظم الكلام ده؟ لما نلاقي البيت مترتب وكل حاجة في مكانها يبقى بالتأكيد النظام بيدل على ان هناك واحد منظم هو اللي بينظم. يبقى البيت المرتب لن يتم هذا الترتيب وحده، استحالة البيت المترتب ده يكون اتعمل لوحده، ولكن هناك من قام به. يبقى دي حاجة كلنا بنشوفها، ان لو لقينا بيت منظم بيدل ان في حد هو اللي قام على هذا النظام، وهذا بيدعونا الى ان نتامل في الكون علشان ندرك ان في خالق لهذا الكون. طب التامل في الكون بقى هنبص مثلا في ايه؟ عندنا الشمس مثلا، الشمس تشرق كل يوم من الشرق وتغرب كل يوم من الغرب، وهي على مسافه محدده من الارض. يعني لو بصينا يا جماعه في الكون وناخد بس الشمس لوحدها هنلاقي ان الشمس كل يوم اسمه شروق الشمس. ليه؟ لانه بياتي من جهه الشرق، واسمه غروب الشمس لانها تغرب من جهه الغرب، وهي على مسافه محدده من الارض. تخيلوا يا جماعه ان ربنا خلق الشمس على مسافه محدده من الارض. طيب لو المسافه دي اتغيرت، وهذا مستحيل لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ثبت هذه المسافه، اذا اقتربت احترق كل شيء، وإذا ابتعدت تجمد كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى بحكمته العظيمة خلق الشمس على مسافة محددة من الأرض حماية عشان يوفر للكائنات الحية الحياة على وجه الأرض. فلو اقتربت هيحترق كل شيء، ولو ابتعدت سوف تجمد كل شيء. إذا لو تأملنا النظام في البيت حاجة بنشوفها كل يوم، ولو بصينا في الكون وليكن زي الشمس كده، كل دي بتدل على إن النظام وان الشمس وان اي حاجة بتيجي بشكل دائم ومستمر في حد هو الذي يقوم بفعل هذا الشيء. الكواكب والنجوم مثلا تظهر بانتظام، اهدي من مظاهر الطبيعة في الكون برضو. الكواكب والنجوم تظهر بانتظام بيدل على ان هناك خالق عظيم هو الذي يتحكم في كل هذا الكون. القمر بقى يا جماعة، يبقى لما هنيجي نتأمل في الكون شفنا الشمس، شفنا الكواكب والنجوم، هنشوف القمر. القمر بيظهر مراحل مختلفة، يظهر بداية كل شهر هجري اللي هو الشهر العربي هلالا، ثم بذرا، ثم محاقا. محاقا يعني ما يكونش موجود، والبدر لما بيكون القمر مكتمل. هذا النظام ثابت لا يتغير. يبقى يا جماعة ده نظام في الكون، الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب وعلى مسافة محددة من الأرض، لو اقتربت احترق كل شيء، ولو ابتعدت تجمد كل شيء. الكواكب والنجوم تظهر بانتظام. القمر بيظهر مراحل مختلفة، في بداية كل شهر عربي نلاقيه هلال، وفي نص الشهر بدر، وفي النهاية بقى محاق ما يتشافش. هذا النظام ثابت لا يتغير، بيدل على ايه؟ أن هناك خالق عظيم واحد هو الذي خلق هذا الكون. زي البيت المنظم بيدل إن في حد هو اللي نظمه. تالت نقطة معانا التأمل في الإنسان والأزهار. لو بصينا في جسمنا، بصوا يا جماعه الانسان عباره عن ايه؟ يوجد في قلب الانسان، او يوجد في الانسان من داخل في جسده قلب ينبض يتحرك، ولسان يتحدث ويتذوق الطعام والشراب،
وأنف للشم ورجلان للمشي ويدان للعمل. وطبعا جسم الإنسان فيه أشياء كثيرة، احنا جايبين بس بعض الأمثلة. هل يعقل إن كل الناس دي اتخلقت بشكل عشوائي أو وجدت بشكل عشوائي؟ استحال، لازم يكون هناك خالق لهذا الإنسان الذي يضع في داخل كل جسد قلب يتحرك، لسان يتحدث ويتذوق الطعام والشراب، أنف للشم، رجلان للمشي، يدان للعمل. الحاجات دي كلها لو تأملناها يا جماعة هيدل فعلا إن في إله عظيم واحد هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي خلق هذا الإنسان. طب لو تأملنا في الأزهار، الأزهار يا جماعة ألوانها كثيرة جدا وجميلة ولها نظام بديع في عملية الإنبات. القرآن يدعو إلى التأمل، القرآن بقى هو كلام الله، يدعونا إلى التأمل. ليه؟ لأن بالتأمل يستطيع الإنسان الوصول إلى عظمة الخالق وعلى قدرته، أن ربنا سبحانه وتعالى يقدر على أشياء كثيرة ولا يستطيع الإنسان فعل هذه الأشياء. قال تعالى في سورة الغاشية، والسورة طبعا هنحفظها مع بعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آيات يا جماعة تدعونا للتأمل في الكون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أفلا ينظرون، يعني يتأملون، الإبل اللي هي الجمال كيف خلقت. بصوا يا جماعة عظمة الإبل دي، الطول بتاعها، طريقة صنعها، خلقها الذي خلقه والله، السماء كيف رفعت بلا عمد ملهاش عواميد، الجبال أوتاد الأرض يعني أعمدة في الأرض، الأرض يا جماعة سطحت عشان الإنسان يستطيع السير عليها يعني مستوية. الذي صنع كل هذا الكون هو الله. فيدعونا للتأمل في الكون حتى نستطيع الوصول إلى أو معرفة عظمة الله وقدرته. النظر في مخلوقات الله يدل على عظمة الله، وكل ما سبق يدل على وحدانية الله وقدرته وأنه واحد لا شريك له. زي ما احنا شفنا في الدرس دوت، قلنا النظام في البيت، فلما ندخل بيت اتفقنا خلاص لو لقينا البيت مترتب هنعرف ان في حد هو الذي قام على ترتيب هذا البيت. كذلك لو تأملنا في الطبيعة بقى، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، كل دي أشياء بتظهر بشكل منتظم وبتشرق من جهة الشرق، تغرب من جهة الشرق على مسافة محددة، القمر مراحل مختلفة، كل هذه الأشياء بتدل على أن هناك خالق عظيم هو الله سبحانه وتعالى. وبعدين إنسان لو تأمل في جسده، القلب الذي ينبض يعني يتحرك، اللسان الذي يتحدث ويتذوق الطعام والشراب، اليد التي تعمل، الرجلان التي تمشي، وهكذا. لو تأملنا كل أعضاء جسم الإنسان هنعرف أن الذي خلق هذا الإنسان هو إله عظيم هو الله. الأزهار بأشكالها وألوانها المختلفة وطريقة إنباتها، كل ده كل هذه الأشياء من مخلوقات الله بدل على عظمة الله وعلى وحدانيته وأنه واحد لا شريك له. لأن الكون يا جماعة لا يستطيع أن يرتب نفسه بالإيه؟ بالصدفة، لابد أن يكون إله عظيم هو الذي يقوم على رعاية ونظام هذا الكون. هناخد تدريبات بقى الكتاب المدرسي بعد ما خدنا أهم النقاط في الدرس الأول. املأ الفراغات بكلمات مناسبة. الشمس تشرق دائما من جهة نقط وتغرب من جهة نقط، لسه قالينا في الدرس الشمس تشرق دائما من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب. القمر يبدأ، القمر يا جماعة بيبدأ أول الشهر هلالا ثم يصبح بدرا يعني مكتملا ثم محاقا يعني يختفي. يسير الكون على نظام ثابت لا يتغير. يبقى ثبات الكون بيدل على ايه؟ بيدل على ان في اله واحد عظيم هو الذي خلق هذا الكون. ضع علامة صح او خطأ. المسافة بين الشمس والارض ثابتة لا تتغير. طبعا دي اجابة صحيحة، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الشمس على مسافة فعلا محددة من الارض. لو اقتربت يا جماعة هيحترق كل شيء، ولو ابتعدت تجمد كل شيء. اختلاف ألوان البشر وأشكالهم من صنع الطبيعة. طبعا هذا كلام خطأ، لأن ألوان البشر وأشكالهم ده من صنع الله.
تنظيم الكون وترتيبه نشأ عن حكمة وقدرة. لما نبص عظمة الكون وترتيب هذا الكون هنعرف ان في اله عظيم هو الذي خلق هذا الكون بحكمة وقدرة. فالإجابة سليمة. السؤال الثالث اللي معانا بيقول لي من أدلة وحدانية الله، يعني ايه الدليل اللي احنا شفناه في الدرس مع بعض يدل فعلا ان الله واحد؟ خلق الانسان من عدم او من العدم، ما كانش الانسان ده مادة موجودة وربنا خلقه منه، لا، خلق الله الانسان من العدم، ما كانش في حاجة اسمها انسان واوجده الله سبحانه وتعالى. رفع السماء بلا عمد، ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة خلق السماوات ملهاش اعمدة، على الاقل ما بنشوفهاش في الارض. النجوم والكواكب تظهر بشكل منتظم، الشمس على مسافة محددة من الأرض، الذي خلق هذه المسافة وحدده هو الله. القمر بيبقى مراحل مختلفة، وطبعا هناك أشياء كثيرة جدا، الأزهار، جسم الإنسان وغيرها من الأشياء، والجبال والإبل والأرض، كل دي بتدل على وحدانية الله. طب ماذا يحدث إذا لم يخلق الله الجبال؟ تخيلوا يا جماعة لو ربنا ما كانش خلق الجبال دي، الجبال دي هي أعمدة الأرض، اسمها أوتاد الأرض. سوف تضطرب الأرض ولا تستقر، مش هيبقى في استقرار، زي بيت لو اتبنى من غير أعمدة هيهتز مع كل مع كل حركة جنبه، لو قطر مشي، عربية ثقيلة، هنحس بأن البيت بيهتز، إنما لما بيكون له أعمدة بيبقى ثابت ومستقر. فالأرض الجبال بتاعتها هي الجبال هي أعمدة الأرض. طب لو ربنا ما خلقش الجبال دي هتضطرب الارض ولا تستقر. طب اقتربت الشمس من الارض، لسه قليل من شويه احترق كل شيء. طب كان لله شريك في الملك، تخيلوا بقى يا جماعه احنا بنقول ايه ببساطه اللي بيدل على وحدانيه الله، اللي هو النظام العجيب ده، لان لو كان في اتنين بالتاكيد هيبقى في فساد في الكون ده، مش هيبقى منتظم. فلو كان في شريك لله في الملك استحاله الكون ده يستقيم، يبقى يفسد الكون ويضطرب، لان اللي هيرضى بإله هيرفضه إله آخر. ابتعدت الشمس على الأرض، عكس الإجابة التانية، هيبقى تجمد كل شيء. تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. الكواكب والنجوم تظهر بانتظام ولا لا تظهر مطلقا ولا تظهر صيفا؟ طبعا تظهر بانتظام. يبدأ القمر في أول الشهر، يعني أول الشهر بيبقى إيه، هلالا ولا بدرا ولا محاقا؟ طبعا هلالا، لان البدر والمحاق بيبقى في وسط الشهر واخر الشهر. يظهر القمر اول الشهر الميلادي ولا القبطي ولا الهجري؟ طبعا الهجري. الازهار مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، كيف نحافظ عليها؟ لا نقطفها ونرعاها ونحافظ عليها. 7 و8 و9 ده النشاط تعملوه حضرتك. أرجو من الله القبول وأرجو لكم التوفيق والنجاح. انتظروا الدرس الثاني قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.